السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي القناة، كل عام وأنتم بخير. تشهد هذه الأيام أكثر دول العالم أمطار وفيضانات، لله الحمد عندنا أمطار على عدة محافظات في اليمن. هذا نحن الآن في أمانة العاصمة، نصور لكم هذا المقطع وعلى الطائر في السائلة، سائلة صنعاء التي تعتبر الشريان، وهذا الجزء الآخر من السائلة، ونحن على الجسر الآن واقفين. السائلة التي تكسر العاصمة إلى نصين. شوف هذا المقطع في السائلة، ونحن نصور والسيارة تتحرك يعني على الطائر، والناس مستمتعة بأجواء الجو السياحي الروعة أكثر من السائلة.